السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم الطريقة ديال تحضير الزلابية اللي تتجي زوينة بزاف وتجيب مقادير اللي بسيطين وفي متناول الجميع. تنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وديال الوليدات ديالكم. غادي ندوزو ان شاء الله دابا للمقادير. صافي، هنا غادي نحتاجو بالنسبه للمقادير ديالنا غادي نحتاجو جوج كيسان د الفورص، الكاس اللي عبرنا به قد ما كان. المهم الكاس باش تنعبرو الفورص غادي نعبرو به كلشي. المهم نفس الكاس قداش ما بيناه كبير ولا صغير على حسب العبار اللي وينا. هنا نص كاس ديال السميده رقيقه اللي تنديرو في البغرير وفي الحرشه. هنا ربع كاس ديال الزيت الروميه، جوج كيسان ديال الماء، وعندي هنايا واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه. تقدروا تستعملوا الفاني على حسب الرغبه ديالكم. معلقه كبيره ديال العسل، وهنا عندي واحد القبيصه ديال الملحه. هنا بالنسبه للعسل، العسل المهم عادي، عسل عادي اللي غادي نعسلو به ان شاء الله، هو اللي غادي نحتاجو منه معلقه. دابا ندوزو على بركه الله باش نحضرو هاد الحلوه ديالنا. غادي نجيب واحد الاناء، غادي ندير فيه جوج كيسان ديال الفورص، انا مغربلاهم من قبل. ندير هنا السميده، غادي ندير القرفه وواحد شويه ديال الملحه. صافي، غادي نخلط هاد النواشف مزيان. صافي، غادي نجيب دابا واحد، نجيب هنا واحد طنجرة فاش غادي نخلط هاد الحلوة ديالي. غادي ندير فيها جوج كيسان ديال الماء، وغادي ندير فيها ربع كاس ديال الزيت. غادي نجيب واحد المعلقه، ندير هاد المعلقه ديال العسل. صافي، دابا غادي نديرهم على النار ونخليهم حتى يغلاو. صافي، هنا بعد ما غلى لينا الماء مع ديك الزيت وداك العسل، غادي ندير فوق منه صافي دابا غادي نطفي عليه البوطه وغادي نحيدو باش نكمل ليه التحريك. نخلطو مزيان، نحيد فوق النار عاد نخلطو مزيان. صافي، دابا هي تخلطات كيشتو. غادي نقسمها على جوج قطع وغادي نديرها في واحد الكيس بلاستيكي. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نشكلوها. هنا غادي نجيب واحد البوق بحال هذا، داك اللي تيكون هاد الجهات تكون فيه واسعه، وعندنا هنا واحد داك الجيب حلواني غادي ندير فيه. المهم انا غادي نشكلها على جوج اشكال. هذا الشكل الاول، العجينه نحتفظوا بها في كيس بلاستيكي. واحد الشكل غادي نديرو بحال هكا هكا على هاد الشكل هكا. تقدرو تستعملو بسكين باش تقطعوها.
غادي نستمر تنسالي النصف ديال العجين بهذه الطريقه هكا. عندنا هنا النصف الثاني ديال العجينه، غادي نشدو غادي نديرو على هذا الشكل. العجين ديالنا تنحتفظوا بها كي قلت لكم في واحد الكيس بلاستيكي باش ما تقصحش لينا، نخدموها وهي باقي دافيه. غادي نديروها هادي على شكل مقروض بهذه الطريقه. نتوما على حساب الحجم قداش ما بغيتوها، على حساب الرغبه ديالكم. ونقطعها بسكين بهذه الطريقه هكا. صافي غادي نكمل العجين ديالي كامله بهذه الطريقه. صافي هنا بعد ما صافي ساليت العجين كامله كلشتو، دابا غادي ندوز ان شاء الله غادي ندير الزيت باش تتسخن مزيان ان شاء الله. بعد ما تسخن الزيت غادي ندوز باش نبدا تنقلي هاد الحلوه ديالنا او الزلابيه. صافي هنا بعد ما سخنات الزيت مزيان غادي ندوز باش نقلي هاد الحلوه ديالنا. تنخليو النار تتكون مرتفعه حتى تتبدا تحمر، عاد غادي نقصو عليها النار. صافي هنا ها هي الحلوه ديالنا بدات تتحمر، غادي نقص عليها النار باش ما تطرطقش ونخليها على نار مهيله حتى تحمر مزيان. صافي هنا بعد ما تقلات لينا الحلوه ديالنا مزيان تنقصوا عليها كي قلت لكم باش ما تطرطقش وباش طيب لينا مزيان من الداخل، ما تجيناش بحال معجمه. صافي غادي نحيدها، هانتوما شوفوا اللون ديالها كيفاش تيجي. نحيدها دابا ونديرها في العسل. نحطوها في العسل ونخليوها حتى تشرب هذاك العسل. غادي ندوز دابا باش نكمل العجين اللي بقات عندي، نستمر بهذه الطريقه. كنديروا العافيه تتكون شويه مجهده، من بعد عاد تنقصوا عليها. غادي نستمر حتى نسالي كاع العجين اللي عندي. بعد ما نسالي ان شاء الله نتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال الزلابيه بعد ما طابت. هادو هما جوج شكيلات اللي حضرت معكم اليوم، هاد الشكيل اللي داير بحال المقروط وهذا اللي تنخرجوه بالبوش. تنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه.